لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، هذه نعمة، بل من حين ما تخرج من بيتك فأنت في صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، هذه نعمة. والغريب أن بعضهم صراحة يعني هو توجيه كتربية لنا وفائدة، بعض الإخوة لما يأتي ويحين وقت الإقامة والناس يصلون وينتظرون الإمام تجد أنهم واقفون لم يصلوا. وقوفكم الآن ما الفائدة منه؟ تصور لو أنك صليت الركعتين يمكن في نهايتها إذا بالإمام قد أتى وظفرت بالأجر. فمن حين خذها تربية لنفسك، من حين ما تأتي للمسجد ولو كان الناس يصلون المساجد الأخرى تصلي فلا تلتفت يمتى ولا يسرى، صل. جئت مبكرا لا تنتظر أو تلتفت أو تنظر إلى الساعة، استمر في قراءتك القرآن في ذكرك لله عز وجل، كلها دقائق. يعني أنت أخر أي إمام، أنا أتوقع أن أي إمام في المملكة العربية السعودية ما أظن أنه يتأخر عن 5 دقائق، لأن لو تأخر عن 5 دقائق سيقيم الناس الصلاة. 5 دقائق ما أحتسب فيها الأجر، وربما أن هذه الدقائق تمضي وأنا أفوت على نفسي الأجر، إما أن أفوت تحية المسجد أو سنة راتبة أو أفوت قراءة قرآن أو أفوت عليه ذكر أو دعاء. والموفق من وفقه الله.